إليكم للكاتب الطاهر ساتي بالصفحة الأخيرة من الصيحة بعنوان مناخ التهريج. يستهل الطاهر هذه الزاوية قائلا: كما كان يفعل سادة النظام المخلوع في مثل هذه الأزمات، دعا إبراهيم الشيخ الناطق باسم المجلس المركزي للحرية وتغيير الشعب السوداني إلى الصبر واحتمال الأزمة الاقتصادية. الشيخ يختلف عن المخلوعين بدعوة الشعب إلى الصبر واحتمال الأزمة، وليس الصبر والاستغفار أو كما كانوا يدعون في عهد المخلوع. ويواصل الطاهر ساتي هذه الزاوية ليقول: نصف عام من عمر حكومتها ولا تزال قوى الحرية تحدثنا عن المؤتمر الاقتصادي، تفاجأت بالثورة، ثم تفاجأت بسقوط نظام البشير، ثم تفاجأت بحكومة حمدوك، ولذلك عاجزة عن تقديم حلول شاملة لكل قضايا البلاد بما فيها الأزمة الاقتصادية. ويواصل كذلك قائلا: حتى يوم محاولة اغتيال رئيس الوزراء، بدلا من دعوة الشعب إلى الهدوء وتجنب المخاطر والفتن إلى حين اكتمال التحقيق، كانت دعوتهم بالنص: إننا ندعو كافة جماهير شعبنا في العاصمة للخروج في مواكب والتوجه لساحة الحرية لإظهار وحدتنا وتلاحمنا. ويستمر الطاهر ساتي فيقول: وفي مناخ التهريج هذا، كان طبيعيا أن يصرح وزير الصحة أكرم علي التوم جميع الموظفين والعمال ويأمرهم بإخلاء مبنى الوزارة والعودة إلى منازلهم فورا، مع إلغاء كل اجتماعات الإدارات وأنشطتها، وكأن البلاد تتعرض لغزو أجنبي. وفي الختام يقول الطاهر ساتي: وعلي قد يكون المسؤول مخلصا وصادقا وراغبا في تغيير حال البلد نحو الأفضل، لكن يجب أن يتعلم صفات القيادة ليصبح رجل دولة، ومن الصفات أن لا يكون مهرجا.